خلونا نروح نشوف توقعات هيئة الأرصاد الجوية لجو النهاردة. هيشهد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، في طقس معتدل هيسود في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل، وكمان في فترات الصباح الباكر مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار نهارا على باقي الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أستاذ محمود، يا صباح الخيرات، أخبار الجو إيه النهاردة؟ صباح الخير على حضرتك ورجائي وعلى كل السادة المشاهدين. يمكن بالفعل زي ما حضرتك ذكرت، اليوم في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، علشان تعود مرة أخرى درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد أيام عشنا فيها درجات حرارة كانت أعلى من المعدلات، خاصة خلال فترات الظهيرة. لكن بداية من اليوم هتبدأ تعود درجات الحرارة العظمى اللي بيتم تسجيلها خلال فترات الظهيرة إلى 30 درجة مئوية. طبعا بتكون أقل من كده كلما اتجهنا في اتجاه محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، هتوصل ل 27 درجة على سواحلنا الشمالية، وبترتفع كلما اتجهنا إلى محافظات الصعيد. دي بشرة خير يا أستاذ محمود. بشرة خير يعني نزول درجات الحرارة. الحمد لله. طبعا دي تعتبر اللي هنعود إليها، هتكون هي دي المعدلات الطبيعية. كمان خلال ساعات الليل هنلاقي إن الصغرى اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل المتأخر بالنسبة للقاهرة بدأت تكون في حدود 22 درجة، وأقل من 20 درجة للمحافظات اللي ليها ظهير صحراوي أو المناطق الموجودة في وسط سيناء بما أنها مناطق جبلية مرتفعة. طبعا بداية من اليوم في تغير في مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض ده هيبدأ يشكل بعض السحب الخفيفة على مناطق من شمال الجمهورية بداية من سواحلنا الشمالية، ودي هتكون من ضمن الأسباب اللي هتساعد في انخفاض درجات الحرارة وحجم جزء من أشعة الشمس، بالإضافة كمان لفرص أمطار خفيفة متوقعة مع هذه السحب على سواحلنا الشمالية الغربية اليوم تحديدا. عظيم. يمكن وقت ما بكلم حضرتك دلوقتي صور الأقمار الصناعية بتشير لتشكل بعض السحب الخفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، تتساقط معها الأمطار الخفيفة حاليا، قد تصل إلى متوسطة في بعض الفترات من اليوم. بكرة إن شاء الله نفس السحب دي مكملة معانا بفرص أمطار خفيفة بتمتد إلى محافظات الساحل الشمالي أو أغلب محافظات الساحل الشمالي وبعض محافظات الوجه البحري. نصائح حضرتك اللي ممكن توجهها للناس، خاصة طبعا لطلبة المدارس في هذه الأجواء. طبعا كلنا ملاحظين التذبذب الواضح في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد أو على مدار الأيام المتتالية، وبالتالي أصبح ضرورة متابعة النشرات والتحذيرات الجوية بصورة يومية. يمكن حتى الآن برغم انخفاض درجات الحرارة لا زالت الملابس الصيفية مناسبة سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل، فيما عدا المناطق الجبلية المرتفعة في سيناء اللي بتنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخر إلى أقل من 20 درجة مئوية. الفترة القادمة وكلما تقدمنا أكثر في فصل الخريف واقتربنا من منتصف فصل الخريف وأيضا فصل الشتاء، هتبدأ تظهر فروقات واضحة ما بين العظمى والصغرى لنفس اليوم، وقتها هنبدأ نوجه الطلاب تحديدا أثناء الذهاب للمدارس خلال فترات الصباح الباكر بارتداء قطع إضافية من الملابس. لكن حتى الآن نقدر نقول لازالت الملابس الصيفية مناسبة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى، فيها هيكون 30، الصغرى فيها 22، العاصمة الإدارية العظمى فيها 31، الصغرى فيها 21، الإسكندرية العظمى فيها 29، الصغرى فيها 21، العالمين 28، 20، مطروح 27، 20، دمياط 29، 23، بورسعيد العظمى فيها هيكون 30، والصغرى هيكون 23، الإسماعيلية العظمى فيها 31 والصغرى فيها 20، أما محافظة السويس العظمى فيها هتكون 30 والصغرى 22، العريش 29، 19، كاترين 28، 13، طابة 30، 23، حلايب 30، 24، شلاتين 33،
25، شرم الشيخ 35، 25، الغردقة العظمى فيها 35، والصغرى فيها 24. أما محافظة الفيوم العظمى فيها حيكون 31، الصغرى فيها 21، بني سويف 31، 20، الوادي الجديد 38، 23، أسيوط 33، 20، سوهاج 34، 21، قنا 38، 22، الأقصر العظمى فيها 38، الصغرى فيها 21، أسوان العظمى فيها 39، أما الصغرى هتكون 24. بكده مشاهدينا نكون خلصنا جولتنا في أخبار وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. عودة مجددا شاذلي ومنا لاستكمال باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا.